اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم ضابط اعزائي من قناه شرطه والامن. في هذا الفيديو نتكلم عن طريقه صحيحه للضغط بزند، ومعكم اليوم من اكاديميه الشرطه. المسدسات هاي مش حقيقيه، المخزن اللي فيها فقط الوزن اللي هو يعني موازي للمخزن، مخزن المسدسات العاديه اللي تكون مليانه. هو على شكل مثل ما انتم شايفين تقريبا على شكل مسدس جلوك، لكن ما بيرمي، ما بيسحب اقسام ولا شيء من هذا القبيل. فقط انه اللي بيعمله ان ضغط الزند، لما نضغط على الزند بيعطينا لون مثل ما شايفين. فوزن الزند مثله مثل المسدسات العاديه، فعلى اساس اننا نتدرب كيف نستخدمه بالشكل الصحيح. ذكرنا الموضوع هذا في عده فيديوهات من قبل، لكن نرجع نحكي عنه قبل ما ارجع على الدوره نشرحه على يعني بشكل مبسط. الزند مثل ما احنا عارفين في مرحلتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. المرحله الاولى لحد ما يوقف، لحد بسميه زي بسميه انا الوال او الحائط، نضغط عليه بهذا الشكل، بعدين نضغط. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. أو إذا بدنا نشوف كيف نعملها بهاي الإيد على أساس يبين. واحد، شايفين كيف؟ هاي واحد، بعدين إذا بضغط كمان شوي راح يطلع يصير إطلاق نار. مرة ثانية، هي بهذا الشكل. هي واحد اثنين. فهي مرحلتين لضغط الزند. سؤال كثير من المشاهدين سألوا كيف نعمل التدريب على الدقة؟ سهل جدا هذا الشيء. اذا بنعرف استخدام الزند او بنطبق استخدام الزند بالشكل الصحيح راح يكون عندنا الاصابات دقيقه جدا. لما اضغط على الزند بهذا الشكل، شايفين كيف؟ هي واحد، هي اثنين. شفنا انه كيف صار عندنا اطلاق نار بوجود الليزر. تعال نشوف كيف الليزر شكله على ال هاي. طيب زي ما شايفين، لكن هذا بنرجع له كمان شوي. اللي بدي اقوله انا اللي هو لما تضغط على الزند، وانا ماسكه، خلينا نقول انا ماسكين المسدس بالشكل الصحيح. لما اكون ماسكه بالشكل الصحيح بضغط باول مرحله والثانيه، واحد اثنين. لما بدي ارجع اضغط ارمي رصاصه ثانيه وثالثه ورابعه، بدل ما اترك الزند كله وبعدين ارجع اعمل له ريسيت او اعاده تشكيل من الاول، لا، بختصر الوقت والمسافه، بعمل بهذا الشكل، بطلع بس شويه كاني انهيت من المرحله الاولى في ضغط الزند. احنا متذكرين كلنا مرحلتين، فبخلص من برجع للمرحله الاولى لنهايتها، بعدين بضغط مره ثانيه بهذا الشكل، بدل ما اروح واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، بعمل لا، بعمل هي واحد اثنين، بعدين برجع لواحد لنهايته. سامعين الصوت؟ بدل ما اعمل كذا بعدين ارجع مره ثانيه، لا، بختصر الوقت والمسافه. اذا بطبق القاعده اللي تكلمنا عنها لاعاده تشكيل الزند بالشكل الصحيح مثل ما تكلمنا عنه، شو راح يصير؟ راح يصير ان الضربات الاصابات تكون دقيقه جدا كل مره بنرمي فيها. شايف كيف؟ بدي ارمي على راس هذا الهدف اللي موجود هناك. شايفين في العين؟ كل مرة ها. ها وهي بالوجه، هاي مرة ثانية، شايفين كيف بصباحه على الرقبة مثلا. بس لما بدي اعمل الزند ارميه بشكل يعني اضغط عليه بشكل شديد، اشد عليه اكثر من اللازم بطريقة الخطأ، يعني كيف كثير ناس بيعملوا بهالشكل، شايف كيف بصير عندك الاصابات في كل المكان، فمش راح يصير عندي اصابه دقيقه مثل ما هو لازم. فبمسك بالايدتين وبعمل بالطريقه هاي، اعاده التشكيل، اعاده التشكيل، هي واحد اثنين، بعدين برجع لاخر واحد اثنين. هل كل المسدسات بتعمل هاي الطريقه؟ لا، لكن بتختلف درجه سهولتها من مسدس لاخر. بشوف الان بدنا نعمل في سؤال جاء مرة ثانية بقول انه هل ممكن هي الرماية بإيد واحدة؟ نعم ممكن، نفس الشيء، بس تعمل نفس الطريقة. المهم هذا المسدس هذا بشجع على استخدامه
اللي موجود عنده. بالنسبة للسعر والله مش عارف، لكن ممكن تروح على الشركات NLT اللي هي Next Level Training، اسمها nextleveltraining.com، ممكن تروح عليها وتشوفه. ما بعرف هل هذه متوفرة في البلاد العربية، ما بعرف والله. شيء بحب يقول، إذا كان في حد مثلا عنده تواصل مع الشركات هاي في أمريكا، أو إذا كان أنا عندي، ممكن يا ريت لو مثلا تتواصلوا مع نادي الرماية الملكي الأردني، تشجعوا مثلا إنه يحضر بعض هاي المعدات، أو إذا كان في حد عنده إمكانية يدعمهم يشتريها ويبعث لهم إياها، بكون شيء ممتاز. واحكي لهم الضابط عزام من قناة الشرطة الأمن بحكي لهم. وفي نهاية الفيديو بنقولكم ادعوا الله يسامح أنا والأطفال، بنشوفكم مع فيديو جديد وفيديوهات أخرى عفوا، يعني نشوف. طيب يلا بشوفكم.